منذ البداية 6 دقائق لعب كانت كافية لبطل أوروبا. هذه الإعادة كرة بالرأس، هل كان متسللا أم لا؟ تنطي حقيقة الكابتن جمال الشريف ومتابعة دقيقة لهذه العملية. دفاع الخط للفريق المغربي يصعد بسرعة والحكم البرازيلي يحتسب هدف للبرازيلي دانتي. يمر لوسط الميدان لفيليب لام، يضغط عليه كل اللاعبين المغاربة من اليمين إلى اليسار. شاكيري تياغو، دافيد ألابا اللي يراوغ النمساوي، خطيرة والهدف الثاني. تياغو الكانتارا بالأقدام الإسبانية وبتمهيدات نمساوية لدافيد ألابا، والبايرن يأخذ الثنائية عن طريق تياغو الكانتارا. هدفان لصفر. المدرب بيب غوارديولا مدرب بالتخصص في مونديال الأندية لم يعرف ولا تعادل واحد. 4 مباريات مع برشلونة ومباراتين مع بايرن ميونخ، 6-6 إلى حد الآن للبيب غوارديولا في هذه المباراة النهائية. فنيات كبيرة لتياغو، وطبعا اعتراف للمجهود الكبير النمساوي دافيد ألابا.